نعم، لقد أورد الشيخ المجلسي رحمة الله عليه في بحاره في المجلد 53 في حديث الإمام الصادق مع المفضل ابن عمرو الجعفي، وقد ورد وأورد الشيخ الصدوق عليه الرحمة والرضوان في كتابه القيم كمال الدين وتمام النعمة، وكذلك الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الغيبة، وجملة من علمائنا الأبرار أن الإمام المهدي صلوات الله عليه إذا ظهر يقف بين الركن والمقام ويقول: يا أهل العالم، ألا ومن أراد أن ينظر إلى آدم فها أنا ذا آدم، يا أهل العالم، ألا ومن أراد أن ينظر إلى نوح فأنا نوح، ألا ومن أراد أن ينظر إلى إبراهيم الخليل فها أنا ذا إبراهيم الخليل، يا أهل العالم، ألا ومن أراد أن ينظر إلى كليم الله موسى فأنا كليم الله موسى، يا أهل العالم، ألا ومن أراد أن ينظر إلى عيسى روح الله فها أنا ذا عيسى روح الله، يا أهل العالم، ألا ومن أراد أن ينظر إلى محمد حبيب الله فأنا محمد ومحمد أنا، ألا ومن أراد أن ينظر إلى علي فأنا علي وعلي أنا، ألا ومن أراد أن ينظر إلى فاطمة أنا فاطمة، أنا الحسن أنا الحسين أنا السجاد أنا الباقر أنا الصادق أنا الكاظم أنا الرضا أنا الجواد أنا الهادي أنا العسكري أنا نسخة الوجود والموجود أنا حجة للعابد والمعبود أنا المهدي من آل محمد فاسمعوا لي وأطيعوا.